تغير مفهوم الجنس من ايام زمان دلوقتي؟ ده سؤال جاي برضه في اه طبعا التقرير. طبعا طبعا. يعني ايام زمان كان مفهوم الجنس من هنقول من زمان امتى مثلا، من يعني نقول بدايه من او ما قبل النص الاخير من القرن العشرين يعني لغايه سنه 50 مثلا، كان المفهوم الجنسي الوحيد انه ده تفريغ لشهوه الرجل، وانه الزوجه مجرد مستقبله لهذه الشهوه. وفي حتى مشهد في الثلاثيه انا فاكره كويس، انا قريت الثلاثيه يعني ده ما طلعش في الفيلم، بس المشهد ده ان هي كانت امينه كانت بتنتظر لما يبص لها السيد عبد الجواد نظره رضا، وتشعر منه ان هو عايزها في الفراش، بتحس ان هي خلاص بقت ست مكرمه كده ومش عايزه حاجه من الدنيا لمجرد ان جوزها ارادها في الفراش، وهو كان مقل جدا في الموضوع ده. ده في الروايه بتاعت نجيب محفوظ. فهو ده كان الفكر، ان هو طالما جوزها مجرد انه طلبها حتى لو مره كل سنه، يبقى يا سلام ده هي تبقى زوجه محظوظه جدا يعني.